دلوقتي كان معايا في حلقه من اسبوع وقال لي انا قلت لك مين احسن صفقه جابها النادي الاهلي وافتكرنا مع بعض ان هو اكرم توفيق. بعدها تالق وكسر الدنيا في مباراه السوبر. اكرم توفيق، طاهر محمد، طاهر عمرو السريه، محمود متولي، علي معلول، عبد المنعم، طبعا الشناوي، كل اللعيبه في كل لعيبه النادي الاهلي تالقوا في هذه المباراه. لا بص، كان في احساس بالمسؤوليه في المباراه دي لعيبه الاهلي رغم الدوافع والضغوط. وعايز اقول لك ان الهدف الاولاني ده رفع من عليهم الضغوط. هتلاقي حتى ان الاهلي تفوق يمكن العشر دقايق الاولى. في الشوط الثاني كان في توتر، كان الزمالك رمى حمله كله، رمى حمله كله، ضغط ضغط بشكل كبير جدا ومع نزول مصطفى شلبي والكلام ده، فكان في ضغط. بس عجبني كولر. اي مدرب في التوقيت ده هيفكر ايه؟ هيطلع حد من الثلث الامامي ونزل وسط ملعب؟ لا، ده نزل صانع العاب وراس حرب. نقل الملعب تاني. بص، هي تغيير قفشه دي عالميه. نقل الملعب تاني. ليه بقى تغيير قفشه دي عالميه؟ رفع الضغط عن دفاعه ونقل الملعب تاني، ضغط على الزمالك. حد يرفع الكوره شويه، قفشه عمل كده كويس. فكولر يعني، فهو لا، كولر ادار المباراه. انت انطباعاتك ايه عن كولر؟ انطباعاتك، انا دايما اقول انطباعات عشان ما بحبش اقول رايي. هو اللي انا عرفته ان هو طالع بمنظرين، منظر بنشوفه في التلفزيون حلو، ومنظر في اوضه اللبس وفي مران الفريق. ازاي يعني بقى؟ في لا، هو طبعا في قدامنا شخصيه هاديه جدا، في المؤتمرات الصحفيه متزن جدا، متحدث لبق، هادي جدا، بيقدر الفريق اللي قدامه المنافس يعني، هادي جدا على الخط، مسيطر على الدكه تماما. ودي حاجه يعني كانت مفتقدها موسيماني بشكل كبير، ان الدكه كلها كانت بتتحرك مع موسيماني وتلاقي مدولات مع الجهاز المعاون. أيوة أيوة أيوة. كتير جدا. لا، هو القرار بتاعه ماشي. ممكن بيستعين كده بحاجات بسيطه. الشخصيه الثانيه في التمرين حازم جدا، صارم جدا. يعني انا عايز اقول لك يعني كل الناس فرحانه. كولر بعد المباراه في اوضه اللبس كان في لوم وعتاب للاعبين على بعض الاخطاء اثناء المباراه. يعني انا لسه كنا بنتكلم انا والاستاذ محمود، لا كان في رسائل من كولر للاعبين بعد المباراه، وهو في المران وفي المعسكرات حازم جدا 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 وصارم جدا 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 وحاد وما بيفوتش، والتفاصيل الصغيره بتضايق فيها جدا. تفاصيل التفاصيل ما بيجليش، ما بيجليش حاجه. لا، فكره ان الفرقه تبقى راجعه من الطياره، هو يعني تدريبي. هو طالع بمنظرين. حلو، طالع بمنظرين. حلو، طالع بمنظرين. انطباعك استاذ محمود عن كولر؟ لا انا شايف ابرز ده الماكس ده، يعني عاوز اقول البوابه الرئيسيه لعوده الاهلي. الاهلي افتقد في المرحله اللي فاتت رغم انه تصدر المشهد في الكره الافريقيه الا تدريجيا افتقد شخصيه البطل. الاهلي على مدار تاريخه واحنا متابعينه دايما شخصيته قويه جدا في الملعب، يعني بيحترم المنافس بصوره. الاهلي دايما الكره الثانيه بتاعته التحامات قويه جدا. الحاجات دي بدات تقل لدرجه انه لو رجعنا الدوري اللي فات واللي قبليه الاهلي خسر نقاط كتير جدا قدام انديه الوسط وانديه المؤخره. صحيح. بغرابه شديده جدا. كان بيضيع 16 17 فرصه، لكن بيجي فيه هدف كده ايه بكره غلطه عشوائية. عدم تركيز في عدم فتيجي الراجل عمل ايه؟ رقم واحد من تفوق الاهلي في الزمالك الالتحامات. صح. الخفه والسرعه والقوه وتحذيره، عشان كده لما دخل في اوضه اللبس عاتبهم على حاجات كتير، كور كانت بتتاخد منهم، كور كانت بتعمل خطورة على مرمى الشناوي. فدي من الحاجات الأساسية. الأهلي لما استرجع الجزء دي تحس أنه تدريجيا بدأ ترجع بقى شخصي. ليه؟ لأن كده أنا بوجه رسائل برضو أن أنا راجع أهو تدريجيا، بحط رجلي على الأرض، ما بسلمش، ما بفوتش. دي من المميزات اللي كان بيتميز بها الأهلي، سواء منو الجزيء وما قبل منو الجزيء. كان يبقى الأهلي فرقته ما فيهاش الموهبة القوية جدا، لكن تجد أداء جماعي وقتال إلى آخر لحظة. هذا هو سر تفوق الأهلي على مدار تاريخه، سواء أفريقيا سواء محليا جماعيا. صح. فأعتقد لما جه مانويل عليت الجزئية دي، رغم أن الفريق كان إيه مدقق ب 11 نجم. لم تسمع صوتا إلا لنجم واحد، الأهلي هو النجم. مفهوم. لأن الكل بيزوب في مصلحة الفريق. من هنا جت بطولات بقى الحدوتة العصر الذهبي. فأعتقد أنه هذا الرجل هيعمل نسخة جديدة من المرحلة دي، واعتقد ان هو كمان
بدأ يطلب وطلب اعتقد ثلاث صفقات جديده في يناير. مراكزهم ايه؟ مراكزهم في طبعا رقم واحد في الهجوم في نص الملعب راس حربه في راس حربه يعني بمواصفات خاصه، بقى جناح برضو. فاعتقد كل الشغل ده في الحسابات. كمان برضو هيحط في حساباته برضو تدعيم في جناح مهم جاي برضو. في تدعيم جناح مهم خط مهم مصري يعني. ما لا مش مصري، لا لا مش مصري. وهيبقى في حد تحت السن، حربة تحت السن، في حد تحت السن بيدور على في شغل، وجناح مهم جاي. فاعتقد معروف يعني معروف. اسمه ايه؟ محدش بس معروف. ما اعرفش هو معروف بس ما اعرفش. ما اعرفش صح. بس عاوز اقول لك على حاجه، انه برضه هادي حتى في تصريحاته، متزن، احترامه للاخر شيء مهم جدا. بيتكلم عنده، شايف نفسه، شايف انه ما عملش حاجه لسه. دي من الحاجات المميزه انك انت، احنا عاوزين لما بنقول عندنا سبع تمن او سبع مدربين اجانب، يبقى هدفنا هدف التطوير. لانه ده بيصب في الاخر، بيصب في الاخر لصالح ايه؟ بيصب في الاخر لصالح ايه؟ بيصب في الاخر لصالح ايه؟ صالح المنتخبات. انت بيبقى عندك حد بيعلم، حد بيشتغل، حد بيجتهد، حد عامل الحاله اللي هي موجوده دي. صح. فاعتقد ان ايه؟ لما سيطرنا على الكره في افريقيا، ارجع للتاريخ وشوف، هتلقى ان دلوقتي لما كان عندنا دلوقتي منتخب 2006 وعندنا منتخب 2003 تمام. اعتقد او مع الكابتن محمود جابر او 2001 انت عندك منتخب اولمبي، عندك المنتخب الاول، عندك لما يرجع الاهلي لحالته الطبيعيه في افريقيا والزمالك وغيره، هتلاقي ايه وماشى ايه وسعد كده، يبقى القاعده عندك ايه عاليه، تعرف تدور وتعرف تجيب. فاعتقد انه انا شايف انه مش هنقول الحكم سريع، لكن الراجل ادى اشاره مبشر، انه مدرب مبشر خلي بالك ويعيد على طريقه ماتش السوبر